تأخر المساعدات العسكرية لم ولن يكون المشكلة الوحيدة التي قد تؤثر على مسار الحرب بالنسبة لكييف. الفساد في الجيش يمكن أن يحمل معه تركة ثقيلة بالنسبة لأوكرانيا التي أصبحت اليوم مطالبة بتقديم توضيحات للغرب حول الأسلحة المقدمة لها. أيضاً ضعف الهيكل التنظيمي في الجيش الأوكراني وفق خبراء عسكريين قد يكون عقبة أمام تحقيق نتائج. الدفاع لا يكفي ولابد من العودة لاستراتيجية الهجوم. العنصر البشري يشكل أيضاً عاملاً رئيسياً، فرغم حملات التجنيد إلا أن أوكرانيا تواجه نقصاً فادحاً في عدد الجنود. عامل آخر مهم وهو أكثر ما يقلق كييف، نتحدث عن الإجهاد الأوكراني، ما يعني نقص الدعم من جانب البلدان التي تعتمد عليها كييف، بمعنى أن الدعم الغربي قد لا يدوم لكييف.